كاسيميرو في مقابلة مع التلفزيون الأسباني اتكلم ان في صغر سنه هو وعيلته ما كانش معاه 20 سنت. 20 سنت يعني ممكن نقول كام بالمصري، جنيه مثلا، علشان يشتري عصير بيحبه في الشارع. وكانت والدته دايما بتقول له احنا لازم نروح، فمش وقت اللي انت تشتري العصير ده، لان ما كانش معاهم فلوس جدا. وقال ان والدته كانت بتشتغل خادمة في البيوت، خادمة في المنازل لمدة اكتر من 6 سنين، لدرجة ان هي حصل لها اصابة في معصم ايديها او في رست ايديها. وكان بيقول لها انه اول ما يكسب فلوس من الكورة اول حاجة هيعملها ان هو يخليها ما تشتغلش خالص عشان ترتاح من تعب ايديها، ورقم 2 هيشتري لها بيت في ساو باولو او في البرازيل. وفعلا كاسيميرو اول فلوس جناها من كرة القدم في البرازيل اشترى بيها بيت لوالدته. ليه بدأت بالقصة دي؟ هل ده هو الدافع اللي خلى كاسيميرو يترك ريال مدريد، نادي البطولات اللي حقق فيه 5 تشامبيونز ليج، علشان ينتقل لمانشستر يونايتد وهو عنده 30 سنة؟ هل الدافع مادي؟ هل 8 مليون يورو بياخدهم من ريال مدريد اقل بكتير من 415 الف استرليني اسبوعيا في مانشستر يونايتد؟ يعني تقريبا راتبه هيرتفع من 8 مليون يورو في ريال مدريد ل 22 او 20 مليون يورو في مانشستر يونايتد، وبيلعب في البريمير ليج. هو مش راح يلعب في الدوري الفرنسي ولا الدوري الامريكي ولا حتى الدوري الكندي او الصيني، لا ده رايح اقوى دوري في العالم، ولكن راح لفريق بيعاني، راح لفريق لسه عنده مشروع جديد وعنده بروجكت جديد، مش عارفين هينجح البروجكت ده مع إيريك تن هاج ولا لا. في داوتس وشكوك حول رحيل كريستيانو رونالدو من المشروع ده، في داوتس حوالين اصلا الاونرز بتوع المشروع الجليزرز، العيله المالكه، العيله الامريكيه المالكه لمانشستر يونايتد. 30 سنه كاسيميرو، بقاله 9 سنين في ريال مدريد، حقق كم لقب تفتكروا؟ 18 لقب يا جماعه. حقق 5 تشامبيونز ليج، العاشره سنه 2014، ال11 2016، ال12 2017، ال13 2018، وال14 موسم 2022 مع كارلو انشيلوتي، 2 تشامبيونز ليج مع انشيلوتي، و3 مع زين الدين زيدان، ولقبين دوري مع زين الدين زيدان 2017 و2020، ولقب دوري مع الميستر انشيلوتي 2022. ده غير الالقاب السوبر الاوروبي الاخير حتى اللي حققه الموسم الحالي ضد انتراخت فرانكفورت، واللي فاز فيه بلقب افضل لاعب في المباراه او مان اوف ذا ماتش. ده غير القاب السوبر الاسباني وكاس اسبانيا قبل كده مع كارلو انشيلوتي، وغير ان هو طلع اعاره مع بورتو، والقاب كبيره جدا ونجوميه عظيمه حققها. والاهم والافضل من كده، تكوين افضل ثلاثيه نص ملعب في تاريخ الكره من وجهه نظري البسيطه ومن غير تحيز، ومش عشان انا لابس تيشرت ريال مدريد، بس فعلا افضل ثلاثيه نص ملعب في تاريخ الكوره، فيها استمراريه وفيها تحقيق بطولات وفيها تنوع في اللعب وفيها فكر وفيها لاعب بيقدر يشوط على الجون، لوكا مودريتش، ولاعيب باسير توني كروس، ولاعيب دبابه بشريه كاسيميرو. يمكن الناس قارنتها في بعض الاحيان بثلاثيه برشلونه التاريخيه برضو، بوسكيتس تشافي انيستا، طبعا ثلاثيه عظيمه، ولكن الاستمراريه تروح لثلاثيه كاسيميرو كروس مودريتش اللي فضلوا مع بعض من 2014 او 2016 لما رجع كاسيميرو في الموسم الاول لبينيتز، وبعدين قدوم زين الدين زيدان، واستمرت من 2016 ل 2022. هي الثلاثيه الافضل، فازت على تشيلسي، على ليفربول، على بايرن ميونخ اكتر من مره، على يوفنتوس اكتر من مره، على باريس سان جيرمان، على يونايتد، على كل الفرق الاوروبيه اللي في العالم اللي هددت ريال مدريد. كانت الثلاثية نص ملعب ريال مدريد كاسيميرو كروس مودريتش هي اللي دايما بترجح كفة النادي الملكي في أي مواجهة أوروبية. انتهت الثلاثية دي برحيل اللاعب الأصغر سنا في الثلاثية كاسيميرو 30 سنة، وبقاء لوكا مودريتش 36 سنة، وبقاء توني كروس 33 سنة، اللي صرح قبل كده توني كروس ان عايز يلعب سنة او سنتين كمان مع ريال مدريد ثم يعتزل الكرة نهائيا. توني كروس يمكن عقليته مختلفة شوية عن كاسيميرو. كاسيميرو يمكن كان الموتيف او الدافع عنده اروح العب 4-5 سنين في اليونايتد، بلعب في اقوى دوري في العالم، بتقاضى 20 مليون يورو في الموسم، معليش ضغوطات بعد ما حققت كل الانجازات والالقاب الممكنة، وارجع لصديقي
وعزيزي واللاعب المفضل بالنسبة له دايما كريستيانو رونالدو. عودة كاسيميرو، كريستيانو رونالدو، رافائيل فاران، ولكن هذه المرة في مانشستر يونايتد.